صباح الخير. النهارده دي مكنه الفيرتيكات. مهندس فريد مادة يعمل لنا تجربه. التجربه دي هي ان هو بيعمل تفريغ للنجيله. العرض مش نظيف على فكره. لما بص دي ده بتتحكم في المستوى. تمام. انت ده المفتاح اللي هو يتحكم في المستوى بيه. ايوه. هو رفع طبعا المكنه شويه عشان في حصوه في الارض. الارض مش نظيف. خلاص انت شد على طول. تمام. بص يا جماعه ده اللي بتعمل تفريغ للنجيله. تمام. هو كده طبعا بيعلي مستوى الصينيه تحت عشان لو في اي زلط ولا حاجه ايه الارض. خش ادخل الترولي ده. شايفين يا جماعة هيستعمل ايه في الأرض؟ خش الزلطتين دول. شفت قلبت لك الارض زي كانها عزاقه. كانها عزاقه. الله ينور يا مستر. عندك شوكه؟ كنت جايب معانا شوكه في العربيه.